الراديو 90 90 هواها مصري. لسه مكملين معاكم او لسه هنبتدي معاكم برنامج باب الغنى. النهارده معانا ضيفنا الموزع جميل اسلام شيبسي. مساء الفل يا اس. والله حبيبي منور الدنيا ومنور الراديو 90 90. احنا هنكسر الدنيا باين ولا ايه؟ نعم هنكسر الدنيا ونعمل حلقه كده وقلبان وقلق. هتتبسطوا يا جماعه. اللي عايز يسمع اي حاجه جديده بقى من اسلام بشكل جديد يبعت لنا على الهاشتاج بتاعنا على تويتر او على الفيسبوك, صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. تبعتوا لنا في الكومنتات, احنا عايزين نسمع الاغنيه دي بشكل او بطريقه اسلام شيبسي. بالشكل الشبساوي. شفت انا بالشكل الشبساوي. بص, اول فكره معانا اسلام بسيطه كده, نتعرف بس على اسلام شيبسي. ماشي, في البدايه قول لنا اسمك الحقيقي ايه وحكايه اسلام شيبسي. انا اسمي سؤال اسلام تقليدي سعيد. يعني اصلا اخويا عمرو السعيد بتاع دينا زي مرجيحه. عمرو السعيد طبعا. المفروض ان انا بعزف مزيكا من زمان, كان اسمي اسلام سعيد عادي. فلما ابتديت ان انا اتميز ويطلبوني في اوردرات كتير في افراح وكده, كان في حد اسمه اسلام سعيد برضو من نفس المنطقه, فقررت اتغير. فهو كان اي حد بيجي عايزني في شغل او كده كان بيطلب رقمي من ناس قدام لان هو اقدم مني, فكانوا بيدوا رقم اسلام سعيد تاني او العكس. ده يوقف الحال بالظبط. لا مش كده, بس هو كان بيحصل مشاكل جامده بسبب الموضوع ده. طبعا يوم الفرح بيجوا يفوجئوا ان في حد تاني اصلا. أوكي. ان كان من عندي او من عنده. طب ليه بقى شيبسي بالذات؟ كنت مبطل سجاير. اوكي. وباكل شيبسي كتير. ماشي, بتعوض. هو الدكتور قال لي كل اي حاجه يعني انت بتحبها, فكنت احب الشيبسي. طب اللي بياكل شيبسي لحد ما طلع اسم اسلام شيبسي. اسلام, انت ابتديت امتى تتوزع او الاحتراف؟ امتى دخلت باب التوزيع باحتراف؟ يعني احتراف يعتبر احتراف. من اول ما اشتغلت انا وميدو مزيكا لما فتحنا مكتب انا وهو, من حوالي 11 سنه بالظبط. 11 سنه. طب ايه اول اغنيه وزعتها في حياتك قبل دخول عالم الشهره؟ قبل بقى كان حد اسمه شعبان بغبغان صاحبي. كانت اغنيه اسمها عرفتك يا صاحبي, كانت مولد ودغدغت الدنيا يعني. طب ايه, ما تسيبوا كده, ما تيجي نسمع كده. ندوق بس. ندوق اسلام شيبسي يا جماعه. هندوق انهي طعمه بس عشان ابقى عارفه طعمه. شفت بقى القلش بقى يا معلم. ماشي, اصل ماشي, عشان هي بس في حاجات كتير بتعزف, فاني في ناس بتحبني في حاجات معينه. سمعنا اللي انت بتحبه. انت عارف دماغي ليه. اول حاجه طلعت معاك في الاغنيه. ماشي, سؤال محرج. اول اجر اخدته كان كام في حياتي؟ كان عندي 13 سنه. خدت والنبي ايدك معانا كده, الله يرضى عليك. 60 جنيه. 60 جنيه. ده اقل مبلغ اتقال. مفيش ستينات خالص. ما هو 60 كعازف. ده اول حاجه في حياتي كعازف كده. أيوة. اقل كمان. لكن بعد كده خدت اقل جدا. وكموزع بقى, كنت يعني بقى اول ما بدات توزع بقى اول اجر اخدته كم وزع؟ 500 جنيه. فضلت 500 جنيه 500 جنيه 500 جنيه لحد فتره طويله, وبعد كده بقت بقى 1000 جنيه فتره طويله, وبعد كده 1000 ونص فتره طويله كده يعني. ما شاء الله. خلاص ما تكملش عشان مش هكمل. اي عشان الحسد والعين. بقول لك ايه, دخلت ليه اسلام شيبسي اختار السكه دي في التوزيع؟ ليه لقيت نفسك في الحته دي؟ لا هي كعازف لقيت نفسي في الحته دي, لكن اندمجت مع التوزيع دي قريب. مؤخرا بالظبط. طب لو ما كنتش موزع كنت هتبقى ايه؟ بصراحه كنت بقى ترزي حريمي. بتحب تعمل ده؟ لا, عشان يعني هي كانت والدتي من اشطر الناس اللي هي كانت بتعمل ده, فانا كنت انا بحب الحاجات اللي فيها فنيات عامه. فكان في دماغي يا اما اطلع ترزي حريمي او كوافير رجالي, يا اما مزيكا بقى. يعني هي كانت ما فيش يعني برضه فن. بالظبط. لسه مكملين معاكم حلقتنا المختلفة جدا مع الموزع اسلام شيبسي يا جماعة, وقررنا نولع الدنيا ومدلع الدنيا. والناس كلها عمالة ترقص على تويتر وعلى الفيسبوك. تمام. عملت فيهم ايه؟ يلا. طب ندخل بقى على المهرجانات كشكل. يعني ايه مهرجان؟ يعني ايه مهرجانات؟ هي مهرجانات لان الاغاني دي كانت اصلا في الاول بدايتها ان هما بيعملوا اغاني الافراح. فكانوا بيسموا الفرح مهرجان لان الفرح كان بيبقى ضخم جدا بالنسبه لهم. فاللي هو زي الالترس. فكانوا بيعملوا اغاني معينه للعريس باسم العريس, يعملوا اغاني بطريقه وبيت معين. بيستخدموا البيت الغربي مع المقسوم الشعبي بتاعنا, بقالات شعبي جدا ومعهم مقسوم غربي جدا, وهم بيغنوا ما كانوش بيغنوا قوي, فكانوا بيحطوا الاوتو تيون عشان بزيادة. عشان يداري ده, فبقى ليه طعم شكل, وراح في حته الاندر جراوند شويه. فاتحب طبعا في مصر هنا, وفن ده معترف بيه في اوروبا كمان طبعا جامد. ومكسر الدنيا في اوروبا بالظبط. فهي طلعت كلمه مهرجان عشان هو كان بيقولوا يقول لك ده انا فرحه فلان, ده المهرجان بتاع فلان بكره, تعال نعمل له اغنيه, فكانت الموضوع تبقى كده. طب خلينا نروح لاول ناس عملوا مهرجانات. هم اوكا اورتيجا فعلا ولا مين؟ مين اول حد عمل هو اوكا اورتيجا من بدايه الناس, بس في ناس قبلهم كتير, في بس ما اتشهروش. غاندي, ناس كتير.
طب مين اكتر ثلاث فرق مهرجانات ناجحه من وجهه نظرك؟ في فرق وفي ناس فرديات يعني. طبعا سادات، طبعا سادات المدفعجيه، اوكا اورتيجا، دول انا في نظري يعني هم من نقدر نقول اول، لكن في ناس كتير في نفس المستوى كتير، عشان ما انساش حد منهم كلهم صحابي. طبعا. طب خلينا نقول ايه الفرق بين مزيكه المولد والمهرجان. مزيكه المولد هي ايه ومزيكه المهرجان هي ايه؟ المولد الشعبي يعني يا بنت السلطان حن على الغلبان، يعني عباسط حموده. في غنى، في غنى، في في غنى، في غنى وفي لحن وفي بالظبط الحاجات، حتى الخامات اللي بتستخدم في دي غير التانية خالص، دي حاجه ودي حاجه تانية. مهرجانات بقى زي ما قلنا، المهرجانات بيت غربي زي ما اتفقنا، هي لوب، المزيكا عباره عن لوب زي ميكس بين المزيكا الغربي والشرقي، نقدر نقول كده. وكلام اكتر من الغنى. بالظبط. حلو قوي. اول مهرجان عملته كان ايه؟ انا مهرجان سجلت مع السادات، ده كان مشروع مزيكا. انا عايز اروح تحيي السادات والنبي يا رب يكون بيسمعنا. السادات يا جميل يا قمر، شرف حلو قوي. السادات حد كويس صاحبي زمان. السادات كان في ناس جايين من من من, من 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 انجلترا، وجوم عملوا معانا، كانوا طالبين ان هم يعملوا ميكس معانا ومع المدفعجيه ومع مع سادات وفيجو. فالمفروض ان احنا مشروع مزيكا ان احنا بنقعد مع الاجانب وكل واحد بيطلع قدراته، واللي يقدر يعمل حاجه هيقدر، مش هيقدر هياخد فلوس ويمشي. فانا عملت تراك وسادات عمل تراك والمدفعجيه عملوا تراك وفيجو عمل تراكات. فلقيت بعد ما خلصت التراك راح سادات استاذني ان هو يخش في التراك بتاعي، ان هو عاجبه جدا وشايف انه يقدر يقول عليه كلام. انا سبت التراك ومشيت، واتعمل التراك ده اسمه حبه ثقافه على المزيكا، فكان جامد جدا. حلو قوي. دي كانت اول حاجه اشتغل مهرجانات يعني. طب رايك كيف حمو بيكا ومجدي شط؟ مجدي صاحبي. مجدي حد على مستوى الانساني، حد طيب جدا وحد جدع جدا جدا. انا ما اعرفش حمو عشان يعني تمام، انا ما بحبش احكم على حد من غير ما اعرفه. حمو تمام، بس انا كرأي كفنيا يعني تمام، انا اكيد مش ضد قديم. انا مش ضد ومش مع يعني مش مع ان المزيكا دي تبقى هي خلاص هي فوق كل المزيكا في مصر طبعا. ودي لازم اقول كده. ومش ضد ان فكر جديد يطلع ايا كان هو ايه. صح. حلو قوي. المهرجان بيحتاج صوت حلو ولا اي حد ممكن يغني مهرجان يتكلم في مهرجان؟ لا بيحتاج حد ينقي كلام حلو، وتكون تيم لحنيه، حتى لو مش لحنيه تكون مرقصه. بيغنوا ريتميك اكتر ما يغنوا عرب، شبه الراب شويه. طب بالظبط، ما هو مهجن من الراب يعني، تقدر تقولي بنسبه 60% راب. نروح بس اتكلمنا عن الاغنيه دي شويه. اسمها ايه الاغنيه؟ يا دنيا هزي وسطك لسمر. الاغنيه دي كانت مع مديان، كانت الحان مديان، وكنت انا عامل ريميكس مع زيزو فاروق حبيبي. زيزو جميل. تحيه مديان وزيزو فاروق الاثنين. الاغنيه دي كانت فكره سمر يعني، حد صاحبي من 16 سنه بين واحنا اطفال يعني. حلو. فهي كانت عملت معايا قبل كده اغنيه تبقى دي حب، فقالت لي اسلام عايز اعمل حاجه جديده، ومعايا اغنيه من مديان وانا حبها جدا وعايز اعملها، ولازم تكون انت فيها. ومعايا زيزو فاروق برضه عشان انا مكلمه عليها. بس انا عايزاكوا. طبعا ما كانش ينفع ان انا اعمل مع موزق اقتحم، بس انا وزيزو كنا اصحاب قوي، ف حصل ده بتعاون جدا وكان بحب يعني. لسه مكملين معاكم على راديو 90 90 وضيفنا الموزع الجميل اسلام الشيبسي. طب ايه بقى؟ نكمل بقى نكمل. يلا بينا. ماشي، هنروح لبعض المطربين اللي اشتغلت معاهم، والنقله طبعا من المهرجان للاغنيه الشعبيه. تعالى نبدا باغنيه ابو رجوله، طبعا الفنان العالمي حكيم واللي كسرت الدنيا. احكي لنا شويه عن كواليس الاغنيه دي. كان استاذ حكيم زعلان مني. ايوه. المفروض ان كان في اسلمه في ميعاد اغنيه معينه، واتاخرنا نميده شويه فيها. فما عرفناش نسلمه، فهو كان زعلان. فكلمته بقى يعني، انا كلمته مش عشان انا خايف على الشغل معاه، انا كلمته عشان اخويا الكبير، انا بحبه جدا جدا وفنان جميل. فكلمته عشان اقول له يعني حكيم طبعا طبعا. فكلمته عشان اتاسف له وكده، فراح قال لي، فلما عرف الظروف اللي انا كنت فيها فقال لي خلاص، طب عمرو مصطفى عايزك هيكلمك ومش هقول لك على تفاصيل، كلمه. فقلت له تمام. لقيت رقم بيكلمني على الترو كولر، ظهر عمرو مصطفى. اتخضيت. ايه يا نجم وبتاع؟ لا انا بحب عمرو مصطفى من زمان. جميل. بس ما كنتش عارفه عايزني لايه يعني. بس هو عمرو ما بيجي يكلم حد بيخضه يعني، ما بي لا انا دلوقتي لا ما حصلش كده، لا خالص. فقال لي في حاجه عمرو انت كويس، تعالى دلوقتي هنسجل حاجه. لا خالص والله ما عملش كده. فقال لي انت فين؟ قلت له في المكتب. قال لي طب انا حابب ان احنا نقعد مع بعض، ايه عندك وقت ايه بكره فاضي؟ فقلت له تفهمني الموضوع. لا لما تيجي افهمك. قلت له تمام. خدت ميدو مزيكا ورحنا على هناك. حلو. قال لي شغل اورج. وبعدين قال لي مفيش، احنا عايزين نعمل اغنيه وطنيه. قلت له طب ماشي، هي بتقول ايه عشان اظبط التيمبو؟ قال لي هي ما بتقولش حاجه. قلت له مش فاهم. قال لي انا استاذ تامر حسين
انت هتعمل تيمة وانا هلحن دلوقتي. تعرفين طبعا عمرو شاطر في دي قوي طبعا حتيته. فخلاني قعدت اقول تكنيك وحاجات كده وقال لي لا اسرع اسرع شويه وحاولت تقول حاجات انت بتحبها. قلت لقيته هو بيزن جنبي اللحن وتامر حسين بيكتب على اللحن منت يعني, يعني انت عملت الاغنيه وانتوا قاعدين بالظبط. حلو قوي. لما جالك اللحن فكرت ازاي وحطيت الفكره ازاي وانت قاعد وانتوا قاعدين مع بعض يعني؟ لا هو الفكره اتحطت على مزيكتي. انت عملت انا قصدي فكره المزيكا بتاعتك انت. يعني ليه وديتها في السكه دي؟ ليه مثلا ما قلتهاش حاجه هاديه شويه او حاجه مارش؟ ليه وديتها في الحته دي؟ عشان هو حكيم وعشان طلب مني طلب منك كده. قال لي قول حاجه فريحي خالص كاننا في حفله. انا شفت لك تراك في حفله فالتراك ده انا عايز اشوفه يعني عايزك تشغله بس على ريتم سريع شويه. وانا بشغل ده هو قاعد يقول تاني كانت اتعملت الاغنيه بالظبط. احنا لعبنا عم سلام. عايزين نعرف شويه, كلمنا عن عم سلام قبل ما يطلع الفصل. عم سلام كانت اول حاجه مع استاذ حكيم, الحان تامر حجاج وكلمات عاطف صادق. الحمد لله وعلى وضعك. افتكرت على وضعك دي برضو مع تامر حجاج. هو تامر حجاج بالنسبه للاستاذ حكيم محتكره معايا انا. لا هي توليفه هي تبقى كيمياء. تبقى كيمياء. هو شايف ان اسلام وتامر مع بعض عاملين حاجه جدا وهو قريب مننا وهو يعني تسمع اي لحن بيعرف يوظف قوي 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 الحانه على المطربين اللي معاه. حلو قوي. في حاجه ثانيه حكيم؟ عملت حاجه ثانيه حكيم؟ ماشي. عملنا في حاجات شغالين عليها ثلاث تراكات غير الجديد. الجديد هنعرفه في الاخر. عايزين نقرا بقى شويه كده كومنتات من الناس اللي بعتها لنا بتمسي عليك من على الفيسبوك. مثلا زينب البهنساوي والناناقوشي واحمد ابو عزه بيقول مسا مسا عليكم يا رنا ومينا واحلى اسلام شيبسي. واماني جمال بتمسي علينا وكمان سهر كوكي. مش ياسين؟ مش ياسين معانا؟ مش ياسين وبيرقصوا والدنيا خربانه خالص. وهدان الشربيني كمان بتمسي علينا ونورهان باهي وهمس كمان واسلام مصطفى بيقول احلى كمان. شيبسي وربنا فريق وبيمسي على خالد مندو خالد مندو الدراما. هنيجي في الحته دي بس ماشي. وتأتأ ونجوم الفريق وبيمسي على كل حبايب كل فرادي 90 90 وعلى اصحابه وحبايبه حبيبه احمد مساء الفل. نادر سليمان مساء الفل. عشق وجزاء مساء الفل. احمد ابو عزه مصطفى الدجوي عمل حاجات كتير لعلي فاروق في البدايه. مكملين معاكم في راديو 90 90 ومن قطر رنا سماحه وباب الغنى ومنورنا الموزع والعازف اسلام شيبسي حبيبي شهيصه. والله نكمل اسئله. نكمل اسئله. ليسي برضو غنى لك اذا كان ليسي غنى لك. غنى لك اذا كان قلبك كبير. عمي يا صياد. عمي يا صياد. يا صاحبي خلاص ابعد عني. هب ودب. لا حاجات كتير. ليسي يا عم الليسي صوت عبقري طبعا وحضور طبعا مش هنتكلم عليه يعني ما شاء الله عليه. هو مخترع يعني. انا بعتبر الليسي بدون عن المطربين الشعبي كرييتيف متميز في حته ان هو بيخترع تيم. عارف الناس عايزه ايه. حلو قوي. فاهمني بقى هو اللي بيختار دايما. دايما. ابعد عني كان فيها برضو ممثلين ابطال فيلم زنقه ستات. ان ممثل يغني ليك حاجه دي بتحس حسيت بتعب في انك تعمل حاجه لممثل بيغنيها مع الليسي؟ لا لان الليسي هو اللي كان بيليد. بالظبط هو كان بيسوق الحته دي. طيب خلينا نقله تانية في حياتك وسكه مزيكا مختلفه. تعاملك مع شارموفرز. شارموفرز ناس مختلفين شويه او مزيكتهم مختلفه شويه عن مش عن الشعبي عن الحياه اساسا. وهم غلاوتهم عندي مختلفه. هم عسل الشخص. يعني انا كمينة انا بعشق حاجه بيعملوا مزيكا حلوه قوي طبعا. مختلفين جدا. بالظبط. ازاي اقنعتهم ولا هم اقنعوك ولا ايه اللي حصل بينكم عشان تعملوا تراك مع بعض؟ احنا اصحاب بقالنا فتره. حلو. وانا بحب اسمعهم جدا وهم بيحبوا يسمعوا اسلام جدا. حلو. لدرجه ان بهاء في حفلات ومو بنوجه له التحيه برضه بنقول له تحيه هم الاثنين على الهواء. طبعا طبعا. هم بيحضروا لي ساعات حفلات وانا بحضر لهم حفلات لان حتتنا اندر جراوند شويه مشابهه في حته المزيكا مشابهه بالاسم اللي هم سمعتك الناس بتوع اسلام شيبسي بالزبط. زي شارموفرز ليهم ناس معينين بالظبط كده. ف لما جينا عملنا تراك او شغلي مع عمرو حلمي اللي هو في الشركه مش هينفع اقول اسمها ماشي عشان ما يبقاش اعلان. هو اقترح عليا ايه رايك نعمل حاجه مع بهاء ومو شارموفرز هم بيحبوك. قلت له انا جدا يعني في حد بيننا وسيط. انا شايفكوا لو عملتوا ده هتبقى حاجه جامده جدا. طب ايه اللي مش موجود عندهم في مزيكتهم انت اضافته كاسلام شيبسي؟ ما انت لو سمعت التكرات هتعرفي. انا سمعت. نقول للناس اللي يعني الحته بتاعت اسلام اندر جراوند اللي هي
المزيكا الصاخبة اللي هو قوة المزيكا الشعبي اللي هي فيها باور المهرجانات شوية. وهم مش بيعملوا ده في شغلهم دايما يعني، دايما بيعملوا اللي هو شغلهم اللي هو الارتام اللي هي الشرق غربي سنة، اللي هي بيسموها عندنا احنا هادية شوية. حلوة. لما اقول لك وهم معرفين بالمزيكا الغريبه دي فضيت ولا انت تمام انت عارف انت هتعمل ايه؟ بالعكس، لان انا كنت اصلا في دماغي ان نفسي اعمل تراك من زمان. انت حابب الموضوع جدا. طب نروح بقى لعم شعبان عبد الرحيم. يا سيدي عملت معاه اغنيه مع بيوسف اللي هي مش هقدر حد. حكايه الاغنيه رنا ممكن تقول اول حته منها جد. انا مش هقدر حد بحبها قوي. شوف بقى ساعه حلوه جدا. التراك ده يعني هو دي الشركه برضو اللي انا مش هقول اسمها نفس الشركه وعمرو حلمي برضو. عمرو حلمي جابني عملت التراك ده وقال لي انا عايزك تعمل حاجه مع بيوسف، بس عايزين مطرب شعبي يكون شعبي اصيل بقى. شعبي من لان اسلام اندر جراوند ومزيكته شعبي. ابو يوسف هو بيقول راب وده ليه ناسه. فالحاجه المفتقده في مصر بقى في الحته دي في الاغنيه دي عشان تبقى متكامله ميكس بينهم طبعا. بالظبط، ان احنا ندخل حد بيغني شعبي قوي يكون ليه لون. فكان طبعا عشان مش هينفع اقول ان كان في فلان وفلان، بس كان في مطربين. لا ينفع طبعا، احنا عايزين نعرف يعني كان مخير ان طارق الشيخ ولا عباسط ولا شعبان عبد الرحيم ولا محمود الليسي، الناس اللي هي ليها صوتها بصمه. بصمتها بالظبط كده. فهم احنا قلنا الاسامي دي كلهم اختاروا شعبان بما انه دي كمان ايه تيمه بتاعته، يعني مش هو مش كل اغانيه بيغير تيمه دي دايما، فاهم؟ فجربناها مع بعض احنا الثلاثه قبل ما هو احنا انا وبيوسف ان هو يجي، وحطيت فويس مكانه، ولما فكلنا اجمعنا ان هو لازم يكون موجود، وهو كان اسرع حد غنى واسرع حد خلص. قرفه حلوه ماشي. بالظبط كده ماشي. طب اسلام انت سافرت كتير بره ما شاء الله وعملت حفلات كتير، عملت حفلات فين؟ قول لنا جولاتك كده في العالم. هو بص يعني عشان بس لان اول فيديو شفته ليك اصلا شفته كان في بلد بره. ده اللي شدني بقى، انا عايز اسمع اسلام يعني حد مصري بيشرفنا بره. تمام. هو انا سافرت عملت حفلات كتير بره، يعني عملت فوق ال 250 حفله ما شاء الله بين 2014 ل 2018. فين يعني لسه 2000 فين بقى يعني عد معايا. طيب خلينا في عربي الاول عشان بس 250 حفله فين يعني قول. اوكي لبنان، المغرب، دبي، بسم الله الرحمن الرحيم، دول نعتبر دول العرب اللي هتكرم دلوقتي. البرتغال، بلجيكا، فرنسا، رومانيا، فرنسا، المانيا، السويد. رفضت حفله في برلين؟ طبعا. ليه؟ عادي انا اقول عشان كانوا الرائد اسمه اسرائيل. اوكي انا رفضت عشان كده. الله عليك. تفاعل الناس معاك ومع مزيكا مصري شعبي اصيله بيبقى ازاي، وبتحس بايه لما تلاقي الناس بيتفاعلوا مع حتى لو مش مصريين اللي بره اللي بره العالم العربي خصوصا؟ هي انا مش بعتبرها يعني، هي كل بلد ليها لون وكل بلد ليها ذوق وكل جزء في بلد برضه ليه ذوق. في حاجه يعني في واحده اللي فهمتني ان دي فيا، يعني انا ما كنتش عارف ايه السر ان انا من غير ما اعرف الناس دي او مره اقابلهم ازاي من اول تراك احس ان هم عايزين ايه وبشتغل ازاي. لان انا مش انا تراكاتي مش ببقاش متفق عليها مع اسلام وخالد موندو واسلام تاتا ومحمود رفعت، ما ببقاش متفقين. انا بطلع ارتجل على المسرح. اوكي احنا الانترو متفقين عليه، لكن هعمل ايه بعد الانترو ما ببقاش على حسب ما خيالك بيروح، على حسب ما بحسه تفاعل الجمهور كمان. ففي واحده مدرسه طاقه او معلمه طاقه كونيه قالت لي ده انت عندك حاجه اسمها طاقه كونيه، انك بتقدر من طاقه الناس قدامك بتفهم عايزين ايه، فبتوصل ان انت توصل لهم اللي انت عايز تقوله، يعني عارفه اللي هو الطاقه المتبادله بينك وبين الناس على الستيج. لغه من غير ما اتكلم. وطبعا ده مش لوحدي لان ده بيبقى معايا اسلام وخالد ومحمود رفعت، وفي كيمياء بينكم. كيمياء فظيعه يعني. لسه بتسمعونا مكملين معاكم حلقتنا على راديو 99 مع مين عطا رنا سماحه وباب الغنى ومنورنا اسلام شيبسي. حبيبي اسلام كلمني بقى شويه عن رفقاء النجاح. خالد مندو واسلام تاتا. شاطر. كلمنا شويه عن خالد مندو واسلام تاتا، يعني هما بالنسبه لي اكتر من ان هما معايا في الباند ان هما اخواتي. احنا اتقابلنا في كل واحد في مكان غير التاني. يعني فين؟ في امبابه في افراح. لما كنت لسه بشتغل افراح. او لحد دلوقتي بشتغل افراح عشان بس الناس تفهمنيش غلط. لكن كنت ساعتها كنت شغال افراح بس ما كنتش بعمل حفلات. فقابلت اسلام في افراح وخالد في افراح. فلقيت ده عنده باور جامد قوي واسلام فني قوي. الاثنين درامرز. الاثنين درامز. فاول حفله طلبت مني فكانت في الازهر بارك. فقال لي ايه فرقتك وكده، فقلت له انا فرقتي اثنين درامز. لقيت نفسي بقول كده لوحدي. انا خيالي جابني ان هم بما انهم
ده بيفهمني من غير ما اتكلم وده بيفهمني من غير ما اتكلم, يبقى احنا كده هنعمل حاجه جامده قوي مع بعض. توليفه حلوه, وهي التوليفه دي اللي سفرتنا, هي التوليفه دي اللي عرفت بالظبط يعني. يعني هم بعد ربنا هم سبب كبير جدا 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 في تكبير البند, مش تكبير اسلام شيبسي اللي هم برضو معايا فوق يعني. طيب تحيه اليوم بقى لخالد مندو واسلام تات. الفقره بتاعتنا اسمها سؤالك من عملك, حاجات انت عملتها يا اسلام ماشي. تقولي مين من الوسط الفني ابعد عني. ابعد عني ابعد عني الولد بجد بجد. ايوه. لا انا ما بكرهش حد, محدش ابعد عني. لا ممكن تقول مثلا للشخص الكذا كذا كذا ابعد عني. من غير اسم يعني. للبني ادم اللي بيكره الخير ابعد عني. الله. مين المطرب اللي تقول له على وضعك؟ حكيم. حد من الوسط الفني تقول له رد لنا الجميل؟ من الوسط الفني لا تمام ماشي, بستنى من حد من حاجه, بس هم كلهم صحابي يعني. مين في الفن ابو الرجوله؟ ابو الرجوله اكرم حسني. يا سيدي اكرم حسني حبيبي, تحيه لاكرم حسني. يا اكرم يا قمر. طيب قول كلمه لكل من حكيم. حكيم اخويا الكبير ربنا يحرمني منك يا رب ودايما اكون عند حسن ظنك. ليسي. الليسي المجنون اللي خاطف الدنيا كلها, وربنا يوفقه في اللي جاي وربنا يكرمه عشان خاطر سيد ابنه ان شاء الله. عمرو مصطفى. يا لهوي انت بتجيبوا اسامي جامده جدا. عمرو مصطفى من اجمل الناس اللي اشتغلت معاها, واتمنى باذن الله نبقى نجمع في عمرو قريب تاني. شرموفرز. اخواتي وقلبي اللي وحشيني جدا, وبقول لبهاء تيجي بالسلامه من امريكا ان شاء الله. خالد مندو. خالد مندو ربنا يخليك لي احلى اخ في الدنيا. حد ما قلناش اسمه بقى. عمرو سعيد. عايز تقول له حاجه؟ عمرو سعيد. انا من غيرك, انا من غيرك ولا حاجه. تحيه لعمرو سعيد برضه. انا من غيرك ولا اي حاجه, وربنا يخليك لي يا رب ويكمل المشروع اللي هو شغال عليه ان شاء الله. طيب عايزين نعرف بقى اعمالك اللي جايه ايه, ونعرف كمان الجمهور ايه اللي بتحضره الفتره اللي جايه. إيه اكرم حسني في قنبله هتتضرب قريب, مستنينا. باذن الله كالعاده يعني. احمد شيبه انا وميدو مزيكا بنعمله تراكين ان شاء الله جامدين جدا برضو. سعد الصغير ومحمد عبد المنعم في تراكين برضو جامدين جدا جدا. ده بالنسبه لشغل التوزيع. في حاجات تاني بس يعني مش ما شاء الله الحمد لله ربنا يزيدك. احنا كنا مبسوطين جدا معاك النهارده. نورتنا وحلقه خفيفه ولطيفه ودلع وشيصه ورقص وحاجه اخر اخر روايه اخر جمال. انا نسيت اقول لحد بس حاجه قبل ما تقفل. اتفضل. لرانا ومينا انا كنت مبسوط جدا معاكم النهارده. ربنا يخليك, انت نورتنا. نورتنا جدا. نورت راديو 90 90. استنونا كل اسبوع في باب الغنى يوم الاحد من الساعه 9 للساعه 11.